بالشهر السابع من العام الحالي أصدرت مفوضية الانتخابات قرارا غريبا وعجيبا تمثل بإلغاء الرقم 56 من تسلسل المرشحين، لأن أغلب المرشحين بالحقيقة رفضوا أن يكون هذا الرقم هو الرقم اللي يختاروه لهم، يكون رقمهم، لأنه الرقم باتهام مسبق أنه المرشح الحالي والنائب المقبل ممكن أنه يسموه هذا النائب 56. وأعتقد أنه هذا الأمر مقترن بالمادة 456 في قانون العقوبات العراقي اللي هي تكافح النصب والاحتيال بين قوسين، لذلك رفض كل المرشحين أن يأخذوا هذا الرقم، والمفوضية اضطرت لإلغائه. ما نستطيع أن نقوله في هذه الحادثة هو النائب 56 سواء حمل هذا الرقم أو لم يحمله سيبقى سلوكه مقترنا بال 56، والنائب النزيه والشريف والذي يريد أن يعطي ويحقق فلا رقم 56 ولا رقم آخر سيؤثر على أدائه، حتى وإن كانت المفوضية أو للمفوضية رأيا آخر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وألتقيكم يوم غد في أمان الله. شكرا.